عقب إدانة أممية للفار هادي بعرقلة صرف مرتبات الموظفين وفي إطار حملة صرف مرتبات موظفي الدولة، نظم عمال اليمن وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، طالبوا المنظمة الدولية للاطلاع بمسؤولياتها وصرف مرتبات الموظفين المتوقفة منذ أشهر. الراتب حياة، كلمة يقولها عمال اليمن في وقفتهم الثانية التي نظموها أمام مقر الأمم المتحدة، مطالبين إياها إلزام الفار هادي وزمرته الإيفاء بما تعهدوا به من صرف مرتبات الموظفين المتأخرة منذ 6 أشهر جراء القرار التعسفي القاضي بنقل البنك المركزي إلى عدن وبرعاية أممية. نتيجة للوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء شعبنا ليس في الأمانة العاصمة صنعاء ولكن في معظم المحافظات جراء توقف المعاش بدون أي مبرر قانوني أو مسوق قانوني، لأن صرف المعاش والراتب حق كفله الدستور والمواثيق وتشريعات العمل اليمنية. عمال اليمن من مختلف القطاعات ناشدوا الأمم المتحدة الاضطلاع بواجباتها الإنسانية في التخفيف من معاناة اليمنيين وتحييد البنك المركزي عن الصراعات بصرف مرتباتهم. نطالب بصرف رواتبنا بتحييد البنك المركزي في اليمن، يجب أن يكون البنك المركزي بحسب ما تم نقله تحت بنود الاتفاق السياسي الاتفاق الاقتصادي، الاقتصاد ينهار والأمم المتحدة تتفرق. نطالب وبشدة مرتباتنا، الشعب ميت جوع، الناس تبهذلوا، الناس تشحططوا بسبب عبد ربه وبسبب الأمم المتحدة، نقلوا البنك لازم يوفوا بالتزاماتهم ويدوا معاشة الناس. معاناة جمة يتجرعها الشعب اليمني بلا استثناء، زاد منها انتشار الفقر ووضع أكثر من ثلثي اليمن تحت خط الفقر وفق إحصائية أممية، لكنها لم تعمل شيئا للتخفيف من ذلك. أحاط ستيفن الأخيرة عند اجتماعنا به أشاد أن على من استلم السيولة أن يقوم بتوزيعها بصرف مرتبات موظفي الدولة وعليه بتوزيعها التوزيع العادل وبحيادية، وعلى الأمم المتحدة ممثلة بالممثل المقيم جيمي أن يقوم بنقل معاناة اليمن إلى الأمم إلى مجلس الأمن. طالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل لجنة اقتصادية دولية محايدة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتجنيبه عن الصراع السياسي. كما أشاد بيان عمال اليمن بالقرار الأممي الأخير الذي اتهم الفار هادي بعرقلة صرف مرتبات موظفي الدولة، مشددين على أهمية تفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الدولية على الموارد الاقتصادية للدولة، مؤكدين في الوقت نفسه أن جهودهم ستستمر مهما كانت الصعوبات والتحديات التي تواجههم حتى صرف مرتباتهم. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء. وفي محافظة صعدة